استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي دايما بنسعد بوجوده معانا في البرنامج، واللي بالمناسبه اكيد هنفتح معاه ملفات كتير، وتعالى نستهلها باللي احنا كنا بنتكلم فيه ورؤيتك طبعا طبقا للتغطيه اللي سمعتها معانا من زميلنا العزيز فاروق صلاح. اهلا بحضراتكم اولا. طبعا شيء رائع ان الاهلي اصلا يعمل معسكر خارجي، يعني كلمه معسكر خارجي النادي الاهلي ما سمعناهاش من سنين، يمكن من 5 6 سنين، ده عشان مزبوط. بس الناس ايه بدات تنسى، حتى لا ننسى يعني الاهلي اصلا عمل معسكر خارجي، ده انجاز واعجاز، يمكن بدات السنه اللي فاتت لما الاهلي خد فتره راحه ما بين الموسمين، لما طبعا مجلس الاداره خد قرار انه يريح اللعيبه في اخر 7 اسابيع تقريبا في الدوري، فخدوا راحه. لكن السنه دي عملوا كمان معسكر خارجي، ده شيء رائع جدا، ده بيبقى حافز يعني، بيعمل عمليه ريفريش زي ما قال، واحسنوا اختياره كمان مش معسكر وسلام. بالظبط كده، ده صحيح كمان، يعني حسن اختيار رائع للمكان المنتجع الجميل اللي هم فيه دلوقتي، ده بيعمل ريفريش للعيبه بعد طبعا موسم شاق جدا ومضغوط جدا وحققوا فيه الخماسيه التاريخيه اللي كلنا عارفينها، فاعتقد ان هو قبل موسم جديد شاق، قبل موسم برضه شاق برضه، بس ده قدر النادي الاهلي، كل المواسم شاقه يعني، عشان كده ان هو يفصل بالمنتجع ده ويبقى فيه اصلا معسكر خارجي، دي حاجه ما سمعناش عنها من زمان، فشيء رائع النادي الاهلي يعني استغل فرصة جيدا وما اكتفاش ان هو مثلا يعمل معسكر في القاهرة او تدريبات في التتش او في ملاعب القاهرة، يعني لا كمان سافر بره وفي اوروبا كمان، عشان دي بترجعك لزمان لما كان الاهلي كان بيعملها ايام مانويل جوزيه في بداية الالفية الجديدة، لما كان على طول بيطلع بين المواسم ايام ما كان في برهة يعني، او في اجازات سلبية او في اجازات صيفية، دلوقتي طبعا ما عادش الكلام ده موجود بسبب ضغط المباريات، لكن حسن فعل النادي الاهلي ان هو عمل معسكر ده اكيد هيبقى مردوده رائع في الفترة اللي جاية. طيب خليني اتكلم معاك يا استاذ محسن عن نفس الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها مع فاروق، وهو يمكن اكد لنا ان في انزعاج في صفوف طبعا الجهاز الاداري والفني بسبب ضم 4 لعيبه من النادي الاهلي للمنتخب، يعني احنا خلاص ضمننا التاهل، عندنا اثيوبيا مباراه تحصيل حاصل، وديه تونس ايضا يعني هي وديه مش هتعمل حاجه، خلاص ضمننا التاهل، ايه فكره ان احنا نستعين ب4 من الدوليين على الرغم من خطاب النادي الاهلي ل طبعا يعني اتحاد الكوره وكمان المنتخب المصري، فكره التصميم او فكره اختيار المدير الفني ل4 من لاعبي النادي الاهلي؟ طب خلينا نتفق بكل امانه بس، عشان يعني جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي، مش هيقدر يعني مش هينفع نضحك عليه بالكلام ده، حق المنتخب بشكل رسمي ما فيهوش اي حاجه ان هو يضم 4 يضم 5 يضم 10، دي امور مفروغ منها. نرجع طبعا بعيد عن حته ان النادي الاهلي عفوا منتخب مصر تاهل رسمي او ما تاهلش، دي حاجه يمكن هو الجهاز الفني ممكن يكون بيحافظ على القوام الرئيسي للفريق، بيجرب لعيبه معينه، بيجرب خطه، حتى ان كانت في ماتش شبه ودي في سياب رسمي اللي هي ماتش اثيوبيا، ثم مباراة ودية اللي هي ماتش تونس، عشان بعد كده عنده الأهم والمهم والكلام ده كله، أكيد غير معني باختصاص الأندية، بتكلم على المدير الفني المنتخب، ولكن الأمور دي بتتحل بشكل ودي، يمكن كان النادي الأهلي قبل كده عانى منها تحديدا وما اتكلمش بالمناسبة، اللي هو لما منتخب مصر كان بيلعب في واحنا كأس العالم للأندية 2022 بالظبط، كان ده بيلعب النهائي يوم الأحد، والأهلي أصلا لعب قبلها بيوم في الإمارات كأس العالم للأندية وما اتكلمش، لأن طبعا خلاص هو في مهمة، مش عايز أقول بقى وطنية والكلام اللي المكالكع ده، لا هي مهمه خلاص، هم مع المنتخب فخلاص هو وصل للنهائي، لو كان لا قدر ما كانش وصل كان ينضم للاهلي، لكن الامور دي حصلت، فالنهارده هتيجي انا في وجهه نظري انها تتحل بشكل ودي، وما ينفعش تتحل الا بشكل ودي، الاهلي خاطب اتحاد الكره يعني بخطاب، طبعا متعودين النادي الاهلي بيبقى خطاباته كلها جيده وبشكل رائع وما فيهوش بامانه وما فيهوش غلطه، فدي هتتحل بشكل رسمي، اعتقد الامور في الفتره اللي جايه هيبقى ممكن يشاركوا الى حد ما في مباراه اثيوبيا ولا يشاركوا في مباراه تونس الوديه. الموسم الجاي كنا لسه بنقول من شويه ان دلوقتي النادي الاهلي في النمسا، يعني بعد موسم قوي جدا وقبل بدايه موسم قوي جدا هو كمان، هل في رايك سواء محليا او قاريا الاهلي ايه العوائق اللي قدامه في الموسم الجديد؟ ايه اللي ممكن ياخر او يعني يعطله عن ان هو يحقق نفس الانجاز الاستثنائي اللي حققه في الموسم اللي فات؟ هقول لحضرتك الامور تختلف تماما السنه اللي فاتت من السنه دي، ازاي؟ السنه اللي فاتت دخل الموسم وهو ما خدش البطولة السنة اللي قبليها، كان صح. خسر الدوري، كان خسر الكاس اللي كان قبليه، يعني أيوة موضوع الكاسات اللي دخلت في بعضيها مفتوحين على بعض بالظبط كده، وكان خسر نهائي افريقيا، ف نقدر نقول خرج من الموسم صفري يعني السنة اللي فاتت، وعشان كده الأهلي كمان ريح بقى بقية اللعيبة بقية الموسم، وداخل بقى عنده حافز كبير جدا لاستعادة هذا العرش، النادي الاهلي مش نادي صغير ده، عشان كده كان التصميم رائع جدا وخد كل البطولات اللي شارك فيها، يمكن البطوله الوحيده اللي ما خدهاش الاهلي كانت بطوله كاس العالم للانديه، وعذر مقبول طبعا لانه واجه ريال مدريد.
فالسنه دي بقى العكس، مش عايز اقول بقى لعيبه الاهلي، لان لعيبه الاهلي ما بقى عندهاش حته التشبع دي، مش خدنا كل حاجه فنريح، لا دي مش طبيعه النادي الاهلي، بيبقى فيه دايما تجديد للحافز. السنه دي العمليه عشان كده المعسكر ده مهم جدا، ان هو بياخد اللعيبه من خلاص انتوا تشبعتوا بقى وابطال الموسم، دوري وكاس وسوبر وسوبر ودور ابطال افريقيا، ورايحين كاس عالم الانديه للمره الرابعه على التوالي، والسنه الجايه الخامسه على التوالي تاكدت، وعندكم سوبر كمان شويه وبعدها، يعني قصص كتيره. عشان كده ده مهم جدا السنه دي تجديد الحافز، تجديد الحافز عند النادي الاهلي، ان هو يا جماعه انتوا ابداوا برضو بموسم ان انتم، وده اكيد موجود، لان ده مش النادي الاهلي مثلا مش طفر ان هو راح خد الحاجات دي وبعد كده يريح بقى، لا لا لا، ده النادي الاهلي نادي كبير اساسه انه ياخد بطولات، والعكس هو العكس هو اللي ما بيحصلش ان هو ما بياخدش. فالسنه دي يمكن ده كويس عشان ما يحصلش حاله تشبع لدى اللعيبه. يمكن اخطر حاجه ان يحصل عند النادي الاهلي كانت حصلت، افتكر كان نفس السيناريو ده ايام مانويل جوزيه، لما الاهلي اربع سنين ورا بعض نهائي افريقيا خد منهم ثلاثه، خد الاولى والثانيه وخسر الثالثه وخد الرابعه، بعد كده بعدها على طول حصل حاله من التراخي شديده جدا بين اللعيبه، وكان جيل عظيم ابو تريكا بقى وبركات والجمعه وفلافيو وجيلبرتو والمجموعه العظيمه دي، ومع ذلك حصل لهم حاله من الاسترخاء فخرجوا حتى من دوري ابطال افريقيا، يمكن من سانتوس الانجولي وقتها في بطوله 2009. السنه دي لا، ده مش هيحصل ان شاء الله، لان كولر مدرب ذكي جدا، يعني عايز طبعا عايز ينجح، فعايز يحقق تاني لنفس الانجازات. طب هي اصعب، لان طبعا الناس خلاص عملت لك حساب، يعني طبعا اكيد بيعملوا حساب النادي الاهلي، بس كمان ان انت الناس كلها برضو عايزه تكسب اي حاجه، يعني انت اخذت كل حاجه بالظبط افريقيا ومحليا، وعشان كده مباراه السوبر الجايه خطر جدا على النادي الاهلي. انت بتواجه فريق انت العملاق، وتواجه فريق ما عندوش حاجه يخسرها، هو لو خسر قدامك ما لا يلام، لكن انت الضغط عليك، انت الضغط على الاهلي. عشان كده كان يبقى مهم بالمناسبه زي ما قالت الاستاذه مريم، ان هو يبقى المجموعه موجوده، وان شاء الله هتبقى موجوده زي ما تحرك بشكل ودي، لان دي امور طبعا مش هينفع فيها الرسميات قوي يعني.